جدران بنبنيها لنحمي نفسنا من الآخر اللي بنجهله بأوقات كثيرة. بحالة لمسات لليوم مبادرات وأعمال فنية بتجمع وبتعكس تنوع ثقافي تاريخي. جوانب حياتية مختلفة ضمن حدود وحدة بتصورها تارين سايمون بجرأة بمعرض An American Index of the Hidden and Unfamiliar. بتحكي عن كل شيء غريب، كل شيء مخبأ. ومن الغرب نظرة تقدير لجمالية الشرق. هولندا بلد أوروبي عريق بيلقي الضوء على جانب مغيب بيجهله كتار بمعرض الفن الإسلامي بأسواق بيروت. الكتابة المزخرفة للخط العربي فن قائم بذاته، بنشوفه مع أحد الخبراء فيه الفنان منير الشعراني. عندي مشاريع إعادة الخط إلى الخامات اللي كان بيشتغل عليها ولكن بطريقة حديثة. الخان مكون مهم بحضارتنا الشرقية، نكتشفه بمفهوم جديد وتصميم فريد مع هيثم حرزة الله. منهم هو كلياتهم طلعت الفكرة تبع خان. ومن الجدران الوهمية لجدار أدى بناؤه لاكتشاف أثار أحد المعابد الرومانية ليكون برج سكني سباق بيجمع بين التصميم العصري والعراقة التاريخية. وكل ما نعمل حفرية عم نكتشف جزء من بيروت مثل بازل كبير. وصولا لجدار فعلي آخر هدم ليهدم معه سنين من الانقسام والمعاناة ببرلين. من الشرق والغرب حلقة جديدة من لمسات ومنوعة تابعونا. بمدينة هدمت وأعيد بناءها 7 مرات، تاريخ حضاري عريق موجود بخباياها. المصالح شركة عقارية كان هدفها الأساسي بناء برج سكني بالصيفة ببيروت، لكنها وخلال أعمال الحفر وجدت أثار لحمام روماني بيعود تاريخه لأكثر من 2000 سنة. حدث دفع الشركة وبإشراف أخصائيين وعلماء آثار لتعديل التصميم الأساسي للبناء ليشمل هالكنوز المكتشفة ويصير أول برج سكني بالشرق الأوسط بيجمع بين طابع عصري فخم وآثار تاريخية. فريق لمسات بيتوجه على صيف كراون تاور ليلقي الضوء على مبادرة لافتة وسباقة. ببيروت هي مثل عندك خريطة كبيرة هي كلها بيضة ما بنعرف فيها شيء، وايت سبوت كبيرة، وكل ما نعمل حفرية عم نكتشف جزء من بيروت مثل بازل كبير. الموقع هون هو جزء من مجمع أكبر بكتير ممتد تحت البنايات الباقية كلها. اللي مكتشف بالموقع هون هي الجزء اللي بيتعلق بحمام روماني. في 3 صالات كبيرة، الصالة الباردة، بعدين الفاترة، بعدين السخنة. بالموقع هون نحن لقينا الصالة السخنة والصالة الفاترة. هيدي البركة المي هي من الجرانيت معمولة، شلناها حطيناها بالمستودعات تبع مديرية الأثار ورديناها، بتقلها 24 طن. هلا ما تسأليني كيف وصلوها لهون على أيام الرومان، عندهم تقنياتهم بس بالفعل شغلة كثير مهمة. هيدي كانت تكون موجودة بالغرفة السخنة، وقتها كثير تعلى الحرارة الجسم تبع الأشخاص الموجودين بالغرفة السخنة، يوصلوا ياخذوا المي مثل ما هلا نحن رجعنا مشيناها مثل ما كانت ماشية على أيام الرومان، ياخذوا المي ويحطوه على جسمهم ليرجعوا يبوردوا. الأرض اللي نحن عندنا إياها هون هي أرض المدخل اللي كانت على أيام الرومان مثل الأرض تبع الحمام. يعني نحن اليوم واقفين على نفس المستوى اللي كانوا واقفين عليه الرومان من 2000 سنة لما كانوا بالغرفة الساخنة. ليه بسموها ساخنة؟ لأنه من الأفران بيطلع هواء سخن، هالهواء السخن بفوت من هالقناطر هول بيطلع بالحيطان بهالتيوبز هودي بهالتوبولي هودي الفخار، بسخن الأرض وبسخن الحيطان. هون كمان بعدنا بالأوضة السخنة. الأجزاء الأثرية اللي شايفينها هون هي هالأجزاء اللي نحن اكتشفناها، عملنا عملية تفكيك بس مثل قصيناها مثل الجاتو، يعني شلناها مثل ما هي، أخذناها وحطيناها بالمستودعات لكانت البناء وصل لهالمستوى هيدا، رجعنا قعدنا دمجها بمحل ما كانت هي بالضبط. ما ينتقلوا من الغرفة السخنة للغرفة الفاترة كانوا يمرقوا بكوريدور معين. هالكوريدور هو هون. هلا الحلو انه لما نحن عم نحفر ما التقى معنا ولا اي عنصر من هالكوريدور الا المورتيه، يعني الكلس اللي كانوا يحطوه والطبعات تبع البلاطات اللي كانوا موجودين. رسمنا الطبعات تبع البلاطات ورسمنا كل الكوريدور وعملنا الابحاث تبعنا. تبين لنا انه ببومبيي باحد الحمامات ببومبيي بايطاليا في نفس الطبعات نفس الاشكال تبع البلاط. شفنا شو انواع البلاط وشو الالوان تبعها ورجعنا عملنا لها اعاده تكوين. الغرفه الفاتره هي الارض تبعها كان موزاييك. هيدي الموزاييك كانت كثير متضرره، يعني اذا بتشوفيها بوقت الحفريات بتقولي انه ما في شيء هون، انما نحن رجعنا كمان اخذناها رممناها ورجعنا حطيناها بالمكان اللي كانت فيه هي. مثل ما شايفه ممتده على مساحه كثير كبيره. بهالموقع هيدا الرومان من بعد ما كانوا يخلصوا الحمام تبعهم كانوا يقعدوا يشربوا شيء سخن يتحدثوا مع بعضهم بانتظار ليهمد جسمهم شوي ليرجعوا ينتقلوا على الغرفه المسقعه اللي هي بتكون اخر المراحل بعمليه الاستحمام تبعهم. عادة نحن بنعمل مرحلتين بالحفريات الأثرية، المرحلة الأولية هي مرحلة تقييمية، يعني بنجي بنشوف شو البوتنسيال، شو المخزون الموجود بقلب العقار، من بعد ما نعرف المخزون الموجود بالعقار بننتقل لمرحلة الحفريات الأثرية المدينية بحد ذاتها، وهذا الشيء اللي صار هون، أخذت معنا أعمال التقييم تقريباً شي 4-5 أشهر، وبعدين الحفريات أخذت من 2007 من نهاية 2007 لنهاية 2009. أثناء مرحلة الحفر تم اكتشاف هذه الآثار. كانت هناك مبادرة ما بين المدير العام للآثار ومن قبل طرف من شركة المصالح العقارية بحيث أن يكون هناك تعاون إذا كانت في إمكانية لإبقاء لهذه الآثار في مكانها. وكان عندنا إحنا قبول أن إحنا يكون في توقف أطول للمشروع بحيث يعاد دراسة التصميم المشروع، وشفنا أن في هناك قيمة إضافية لإبقاء هذه الآثار والمحافظة على تاريخ هذا المكان. مثلا سبيل المثال استدخلنا الأرضية الزجاج وهذا يعتبر عنصر حديث فوق العمدان الرومانية. نفس الطريقة في معالجتها ما بين الإضاءة ما بين وضع الحيطان الزجاجية، فهذه كانت كلها دمج ما بين الماضي والعناصر هذا مع العناصر الحديثة. كل جزء من الماضي هو مهم بحد ذاته بعدة نواحي، أثري، تراثي، كمان بنقدر نجي نعمل نحن وياه عملية مقاربة، نقدر نحس في شيء مشترك بيننا وبين هالشيء الأثري القديم. يمكن كسرة فخار هي المهمة، بس الأهم من هيدا كله هو نحن كيف نتعاطى معه وكيف نقدر نوصل هالرسالة اللي هو موجودة فيه للأجيال المستقبلية. هالحمام الروماني اللي هو بعود تقريباً لبدايات الفترة الرومانية ببيروت وحتى نهاية الفترة البيزنطية. مفهوم سباق. خان آرت بار تم افتتاحه مؤخرا بمونو وهو مكان التقاء لمحبي الفن، الأدب، ميكسولوجي، الطعام والموسيقى الحلوة. بيحاول صاحبه هيثم حرز الله من خلال ثقافة هالمكان وتصميمه المشغول بدقة دمج الفن والجو المريح لزواره. خان مكان مميز متعرف عليه بهالتقرير. اللي بيعرفوني منيح بيعرفوا انه انا ما كثير بنام، بسهر كثير، بقى كنت عندي عاده كل مره انا وراجع على البيت في محل بيفتح مؤخر، اقعد عنده شوي، اقعد كزبون. بعد كم شهر اجى قال لي عم يفتش على شريك، فت معه شريك وهيك صرت الفولد بالنايت لايف. من هذا المحل انتقلنا لمحل ثاني، بس انا ولا مره كنت عم فوت بمحل انا عم بعمله، كل مره فوت شريك بمحل. هالمره عملت شيء اللي انا كان عم بالي كل وقت اعمله، يعني امزج اشياء مع بعضها، امزج الفن مع السهر مع الاكل مع الافلام مع الموسيقى مع الميكسولوجي. منهم هول كلياتهم طلعت الفكره تبع خان. خان هو كارفانسراي بالقرن 18 19 كانوا المسافرين لما يقطعوا يقعدوا باول شيء بدهم مطرح يقعدوا فيه، ما كانت تكون هو عاده طابقين، في اسطبلات من تحت ومن فوق اوض بيناموا فيها. هو شوي ديكور المحل هو اللي طلع باسم المحل. الفكره كانت انه بدنا الحيطان اكثر شيء فينا مطرح نقدر نعرض لوحات. من اول المحل لاخره في عندنا حيط كامل كله هذا للوحات عاملينه. المحل كان شكله بالمره غير شيء قبل، كان البار من هاي الميله، ما كان بدنا البار يكون تحت السقف الواطي، بقى زحناه. استعملنا كثير ماتيريال مصدي. الديسبلاي هلا هون مثل اللي شايفينه هن مبينين علب، بس هو العلب ما في مكنه بتجيب لك العلبه هيك خالصه، بقى جابوا لنا اياهم شكلهم مثل قل، صديناهم على السطح كل يوم مي وملح ثلاث اربع مرات بالنهار، وبعدين نرسم كيف بده يكون الديسبلاي كيف شكله وبلش يتلحم هون. ركبناه شقفه شقفه مثل البازل كان عم يركب هون بمحله. جبنا صناديق رصاص عملناهم طاولات، جبنا صناديق سفر قديمه عملناهم كنبايات. في جاكوزي هونيك معمول كنبايه، هيدا هون حدي هو خزان مي كمان قصيناه وعملناه كنبايات. في براميل مبيت برا نقصهم عملوا طاولات. واذا انتبهت كمان المحل في كثير قصص شعر مكتوبه، يعني في قصيده بغنيها ظافر يوسف هي للحلاج مكتوبه تحت البار محفوره بالحديد، مكتوبه فوق كمان على الحيط. المحل منه بس بار، منه بس مطعم، منه بس جاليري، منه بس قهوه. فكره مش بس انه بنعرض اللوحات، نحن من اللوحات اللي بتنباع كمان، يعني نحن اذا حدا شاف لوحه وحبها بيقدر يشتريها. في عندنا كتب، عالم بتقرا كتب، في عندنا جرايد، في عندنا مجلات، في فري واي فاي. المحل معمول لحتى يكون العالم فيه مرتاحين بالنهار وبالليل، يعني نفتح من 10 الصبح للوحدة ونص 2 الصبح. تحت البار كله برايس كهرباء. حابب تكون الكليونتيل تبعيتي هذي هوموجين، هوموجين مش بالعمر، يعني إذا حدا عمره 25 سنة قاعد وفي حده حدا عمره 60 سنة قاعد وعندهم شيء يحكوا فيه مع بعضهم حتى إذا ما بيعرفوا بعض وعندهم اشياء يتناقشوا فيها، هذا اللي انا بدي اياه. طلعت انا بالفكره انه بدي اعمل ان ارت بار. اول حدا دغري ساعدني وبلشنا نشتغل سوا هو ليندا ابو خاطر. بقى كل حدا بده يعرض عنا بده يشوف الارتستيك دايركتور تبع المحل اللي هي ليندا ابو خاطر. ورا البار في شرب النمار، شغلته غرام بالحيط، عنده شغف بقصه الدرينكس، بقى هو اللي عم يطلع لنا بفكره الكوكتيلات اللي عم نعملها. وبس بقول كوكتيلات مش بس كوكتيلات يعني فيهم كحول، الكحوليك درينكس، في كمان كوكتيلات ما فيها كحول. طلعنا بفكره كمان في فنانين عم يجوا لهون او حتى فنانين عظماء في الفن حبينا نسمي درينكات باساميهم. في فنان فرنساوي كان عارض ببيروت من شهر وتعرفت عليه اسمه إيف هيات، بقى قررنا انه نعمل كيس باسمه، هيدا هو اللي هلا محطوط قدامي. سالته اي لون بحب؟ قال لي ازرق. اي فواكه بحب؟ قال لي تفاح. اي مشروب بحب؟ الفودكا. واي طعمه بحب؟ قال حامض. بقى عمل له شربل فودكا ابل ساور وسميناه إيف هيات، بقى كيس إيف. في درينك تاني كمان في استاذ سعد يجن، بس كان هون عندنا بالبار وهو قرر كيف يعمل الكيس هو وسنتانا مع بعضهم، وحتى انه رسمنا كبايات، في كبايات هاند ميد راح رسم عليهم اللوجو تبعه، ونحن بس نعمل هذا الكيس نعمله بالكيس تبع سعد يجن اللي هو راسمه بايده. اللي عملته هو اذا انا رايح اسهر او اقعد بمطرح او بدي اشتغل بشي مطرح، كيف انا بحب، كيف بدي اكون مرتاح، جربت طبقهم كلياتهم بالمحل اللي هو لالي، بس انا كمان بدي انبسط فيه، بدي اجي ارتاح فيه، بدي اشتغل فيه، بدي اسهر فيه، بدي اكل فيه. بتصور الجوانب المختلفة والمش ظاهرة للعلن بالحضارة الأمريكية. American Index of the Hidden and Unfamiliar معرض بيوثق ثقافة وطريقة عيش ضمن حدود الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجموعة من الصور التقطتها بعناية الفنانة تارين سايمون. تنوع وتناقض أحياناً، ثقافة اجتماعي كبير، وبيحكي قصة عالمية بنشهدها أيضاً بلبنان ولو على مساحة أصغر بكتير. هالمعرض اللي بتستضيفه جاليري تانيت ببيروت بيخبرنا أكثر عنه مارك ماركوش. هيدا الانفجار اللي عم تشوفوه حدي هو تجربة بيقوموا فيها بالولايات المتحدة عدة مرات للأسلحة الجديدة، وهيدا كان سلاح جديد عم بيجربوه، بيدرسوا فيه قوة انتشار وسرعة الانفجار، بيعملوه على نطاق صغير وبيتصور أكيد، وتارين قدرت توصل لأنه تصوره. النقطة الحمراء اللي عم تشوفوها هي من الكاميرا وهي كتير بعيدة، الكاميرا متخصصة لتصور عن قريب بس هي كتير بعيدة، انفاكت لما تتضرر أو ما حدا ينأذى. تارين سايمون الشغل اللي عملته بهيدي السيرية عن American Index of the Hidden and Unfamiliar بتحكي عن كل شيء غريب، كل شيء مخبأ، كل شيء عادة الجوفرمنت الأمريكية عم بتحاول تخفيه عن الشعب. بلشت بالبداية ببحث طويل عن شو موجود بأمريكا، شو اللي بيأسس أمريكا وشو اللي بيعملها أمريكا، وبنفس الوقت شو هن القصص اللي الإدارة عم بتجرب تخبيهم عن المجتمع بالرغم من إنه هن أساس المجتمع. الشغل أخذ كتير وقت، بعدين عملت اتصالات كتير كبيرة لأنه ما أرادت أبداً إنه تفوت على ولا أي محل إلا ما يكون في توافق تام، يعني يعطوها الإذن إنه هي تفوت وتصور ويكون واضح هيدا الشيء. تارين حاولت توصل لكل النقاط اللي ممكن تكشف هيدا المجتمع اللي هو المجتمع الامريكي، ولقينا في اذا بدك نقطه تواصل مع المجتمع اللبناني كمان، يعني نحن عندنا في كثير قصص مخبايه وفي كثير قصص ما بتنكشف للشعب وفي قصص كثير تحت الطاوله. أنا تعرفت على شغل تارين سايمون بدبي، وكان عرضت هيدا بدبي، بعدين كنا بباريس السنة الماضية بباري فوتو، وقالت لي أنا بدي أعرض بلبنان، قلت لها أهلا وسهلا، نحن بنحب شغلك، بنلاقيه مدقدق ومظبوط، وحضرنا المعرض. تارين تشتغل مع جاليري كثير مهمة اسمها جاغوزيوم، بقى التزمنا نشتغل معهم، قلنا لهم نحن شو فينا نعمل وبعتونا الشغل، وهي نقت، هي قررت شو رح يجي عنا. بصور تارين في طريقتين لتاخد الصورة، أو بتكون فاس ا فاس ما فيها أنجلات أبداً، صورة كتير واضحة، أو بيجي فيها نوع من أنجل معين، والصورة لما يجي فيها أنجل يعني في مساج بعد أكبر وراها للصورة، ولما تكون فاس ا فاس بتكون كتير واضحة، هيدا هو المساج اللي بدها توصله. هيدي الصورة هي صورة برميل فيهم بقايا ورواسب نووية من التستات النووية اللي بيعملوها بالولايات المتحدة الأمريكية، هن أوض بيبقوا مسكرين وبينحطوا هول البرميل فيهم. اختارت هيدي الأوضة تحديداً لأنه شكل البرميل بيشبه شكل خريطة أمريكا. كاني اللي هو نمر أبيض، هيدا النمر مش موجود بقى، هو من الحيوانات المعرضة للانقراض. اللي صار إنه بمحل من المحلات حاولوا إنه يرجعوا يعملوا حمل انفيترو لا يخلق نمر أبيض عن جديد. 4 نمورة خلقوا 3 منهم ما بيشبهوا النمر الابيض لانه ما زبطت التجربه، وكاني هو الوحيد اللي كان معقول يكون بيشبه النمر الابيض، انما طلع عنده نقص خلقي ونقص فكري. فهو حيوان عاش تقريبا 3 شهور وبعدين للاسف توفى. عمل تارين بيعتمد على بحث كتير دقيق وفيه شغل كتير كبير. واحدة من السريات حبت تحكي عن الدروز بلبنان، واجت وقعدت معهم فترة طويلة وتعرفت عليهم وطبقت عمل هلأ صار موجود كمان بوحدة من الكولكشنز اللبنانية اللي كتير مهمين. عنا بلبنان في كتير فنانين حاولوا يشتغلوا على انه يصوروا المجتمع اللبناني كمان، ويمكن هي نوع من دعوه ليشوفوا كيف الشغل عم بيصير برا، وبركي بيصير في شغل على هالاساس كمان بلبنان، لنبلش نحط الاشياء واضحه وبركي الببليك اوبينيون بيقوم يعني وبيتحرك. والفن بالنهايه موجود للتغيير. كيف بده يوصل المساج هلا ما بعرف، بس بنتامل انه يوصل المساج. حضارة وفن تنوع وتطور على مدى أكثر من 1400 سنة. تحت إشراف السفارة الهولندية ببيروت، معرض الفن الإسلامي بيلقي الضوء على 400 سنة من التفاعل الحضاري بين هولندا، العالم العربي والسلطنة العثمانية، من خلال مجموعة من الكتابات والأعمال الفنية بأحد أقدم جامعات أوروبا، جامعة لايدن بهولندا. فريق لمسات بيتوجه على أسواق بيروت للقاء السفيرة الهولندية بلبنان مسز هاستي سامسون لتعرفنا أكثر على هالمعرض. The Arabic culture has a world of wisdom, and it was that world of wisdom that the people back then in the Netherlands wanted to discover. What we're seeing here are reproductions of the manuscripts and the old books that we have in the University of Leiden. The University of Leiden already 400 years ago, in 1613, they established a chair on Arabic. And that was only 40 years after the university was established, and it was before we had a chair in English or in French. There are more than 4,000 Arabic manuscripts in Leiden, so that obviously there needed to be made a selection. There was a curator in Leiden from Leiden University, and together with one of the museums in the Netherlands, they chose the pieces. And they choose the pieces around 5 different themes. The first theme is the calligraphy, so it showcases the different types of calligraphy that were used. Another theme is also about Mecca and Medina, because there are many of the guidebooks of the prayer books that have the depictions of these two holy cities. A third theme is more on science, and then there's a fourth theme, and that fourth theme is really looking into the pleasure of drawing, because sometimes art has a purpose, but that is more to enjoy people and to give people a good time and a good feeling when they look upon certain things. And then the fifth one is a theme that puts together the pieces of the manuscripts together with the design of some architectural buildings. What you see here is really from the 7th century. It has just been established. But these are really the most ancient pieces that we have on display here. And then if we go around the corner, you see the other arts, pieces of art of calligraphy. Here's one from Morocco and there's one from India. You see also that there, of course, the calligraphy itself, it differs. And it differs related to the period of time, but also the location. And then here, I think also extremely beautiful, the one from Indonesia, Quran from Indonesia, and one from Persia. What you can see is some of the ornaments in the Indonesian piece are really tied into their own culture, and also some of the non-Muslim culture signs are still put up here as well. Here we are with the panels that showcase the art of science, so to say, and especially these two relate to medicine and everything that was acquired at that time, the knowledge that people had on how to use certain plants for certain medicine. At that time, the book was really the means to transfer knowledge from one person to another person, from one culture to another culture. At that time, 1613, we just established diplomatic relations with, for instance, the Ottoman Empire and also with Morocco at that time. So it was also from a perspective of diplomatic relations and economic relations that there was this urge to be able to know more about that world. If you're doing business with somebody, you should know them a little bit. You should have a bit of a feel of what the background is. And also if you have diplomatic disputes, you also should know what the background is of the one you have disputes with. So that was really an incentive at that time, and I think that still continues to exist. I think it's really important to preserve your heritage because it teaches you something about your past, and that in itself will teach you something about the future as well. What we hope to do also with this exhibition is to get a lot of Arabic teachers together with their students here to be able to see how the wealth and the beauty of those pieces were, but also how big the spread was. So it was already all over the world in the 13th, 14th century. It's important for people to appreciate that. I think that dialogue is something that we would still need to strive for today, to have that openness of the different cultures, to be talking about things and to talk with each other instead of just, you know, being withdrawn within this idea of it's us against them or the other way. And I think really the more knowledge we have on each other and on the different cultures, the better that dialogue is going. So I hope in that respect that we disclose a bit of what that wealth is and that it's accessible to students and to children and that it helps them understand their past and then build from that past onto towards the future. شهدت السنوات الأخيرة عودة ملحوظة للكتابة المزخرفة بالخط العربي أو الكاليغرافي، ورجعنا نشوفها أكثر وأكثر بالأعمال الفنية إن من خلال الرسومات، الجرافيتي أو حتى كعمل فني بحد ذاته. منير الشعراني خطاط محترف، مصمم كتب وكاتب من أكثر من 35 سنة، لحق شغفه بالخط العربي وطور موهبته. تخرج من جامعة دمشق للفنون الجميلة سنة 1977 متخصص بمجال التصميم الجرافيكي، واقترن اسمه بالكتابة المزخرفة المعاصرة للخط العربي اللي أتقنها من خلال صياغة وتطوير تقنيات جديدة. عرضت أعماله بالولايات المتحدة وبالعشرات من البلدان العربية والأوروبية، كما نشر دراسات ومقالات عن الخط العربي والفن العربي الإسلامي. فريق لمسات بيتوجه على جاليري أرتون 56 للقاء الفنان منير الشعراني والتعرف على آخر أعماله. بالبداية يعني كنت كتير مهتم إني أطلع على لوحات لفنانين ولخطاطين كبار ومهمين بتاريخ الخط، وكنت مهم أشوف الآثار الخطية أيضاً بالمتاحف أو بالكتب، لأنه حتى تاريخ الخط انكتب على أساس مختلف، يعني على أساس مربوط بالديني، مع أنه الخط هو أسبق كان من الدين. فكنت أستغرب دائما أنه مربوط بالمقدس، ويبدو أنه هي مسألة ورثناها من العصر العثماني. فكنت ببحث عن الأصول لحتى أعرف وين ممكن يقدر الواحد يعرف تاريخ الخط فعلا، وتاريخه الجمالي كمان، لحتى يقدر يعمل شيء إضافي. واستنتجت من خلال قراءاتي أنه هذا الفن بالعصر العثماني تحجر أو انحط بقفص ذهبي بحجة القداسة، وانمنع الاجتهاد فيه، وانمنع التطوير، وانمنع الإضافة. لذلك لقيت أنه أنا لازم أشتغل على هذا الموضوع، ولازم أشتغل على تحديثه. من هون ابتديت أشتغل على تطوير بعض الحروف اللي كانت مهملة لسنين طويلة بالعصر العثماني، مستبعدة من الخطوط، كان فيها قيم تشكيلية عالية، ولقيت أنه بتصلح لأنه الواحد يطورها ويضيف عليها ويبتدي يشتغل فيها. وهذا الشيء بدأ بالتدريج مع أنواع معينة من الخطوط، وانتهى مثل الأعمال اللي بتشوفوا بعضها في هذا المعرض. بدأت معي حكاية الاهتمام بالخط مع الاهتمام بالرسم في المدرسة الابتدائية. كنت بصف الثالث، وكنت أقلد العناوين اللي موجودة على أغلفة الكتب وأرسمها بقلم رصاص. فانتبهت مديرة المدرسة، وكانت هي اللي درسنا الرسم، أنه أنا بعمل هالشيء. وجهتني لأنه روح شوف خطاط يعلمني الخط، لأنه مبين أنه أنا عندي موهبة. ورحت لعند أستاذ وبديت أتعلم بهذاك الوقت. من أستاذي بدوي الديراني تعلمت أولاً قواعد الخطوط التقليدية اللي بتأسس لأنه الواحد يبتدي مشواره مع الخط. وتعلمت معه أنه ما في شيء شكل نهائي للحرف، لأنه هو نفسه تجاوز أشياء كانت معمولة قبله، أو أضاف لها أو عدل فيها. الخطاط لازم يكون مثقف، لازم يكون معني بقضايا الناس حوله، معني بقضايا الوطن، معني بقضايا الإنسان. في شيء كثير بنبسط منه، انه في كثير ناس بيجوا بيقولوا لي انه انت بنشوف لوحتك، بنعرف انه لوحتك بدون ما تكون موقع عليها. هذا الشيء بيسرني جدا، لانه الفنان يعني اقصى طموحه انه يكون قادر يكون له شخصيته الخاصه اللي بتميزه عن غيره. بالنسبه لعملي بعتقد انه انا عندي لسه مشاريع ابعد من اللوحه. عندي مشاريع اعاده الخط الى الخامات اللي كان بينشغل عليها، ولكن بطريقه حديثه. نتوجه على ألمانيا وأحياء للذكرى ال25 لسقوط جدار برلين، اللي كان يفصل برلين الغربية عن الشرقية. ملايين من السواح بيقطعوا سنوياً بوابة برادنبرغ ببرلين. هالمرور يلي ما كان متاح للناس لحوالي 30 سنة بسبب جدار برلين يلي كان يفصل برلين بين منطقة غربية ومنطقة شرقية. اليوم وبالذكرى ال25 لسقوط هالجدار ب9 تشرين الثاني 1989، أجزاء قليلة منه بتبقى ببعض الأماكن، وعلامات على الأرض بتحدد المكان يلي كان يتواجد فيه، لتشكل مقصد للسواح وذكرى لهالحقبة البشعة بتاريخ ألمانيا. وبيستذكر بعض زوار العاصمة الألمانية يوم ما كانت حريتهم مؤيدة، ومنهم إزالة نبدال من شرق ولاية تورونجيا يلي بتزور برلين اليوم برفقة أحفادها. Wir haben damals einen Trabi gehabt, wir sind mit dem Trabant weggefahren, die Kinder mitgenommen und haben uns das erstmal alles angeschaut. Es war, also da kommen einem heute noch die Tränen, wenn man daran denkt. وبتزين الأجزاء المتبقية من جدار برلين أعمال فنية تمشحنا بالكثير من المشاعر والعواطف. بالناحية الشرقية رسم كاني ألافي حشد من الناس عم بيحاولوا المرور من فجوة صغيرة بالجدار. بالإضافة لرسم بيصور الأمين العام السابق للحزب الشيوعي بالاتحاد السوفيتي ليونيد بريزنيف وهو عم بيقبل على الفم نظيره بألمانيا الشرقية إريك هونيكر. وبيعتبر الرئيس الحالي لألمانيا جواكيم غوك إنه إحياء ذكرى سقوط جدار برلين هي فرصة للجيل السابق ليشارك تجاربه مع الجيل الحالي يلي ما كان واعي لهالمرحلة. bisschen älter sind, die wissen noch, dass bevor wir auf den Straßen in die Übermacht gerieten, die Angst die Übermacht über uns hatte. Aber wir haben erlebt, dass wir das wandeln konnten. Und deshalb können wir uns miteinander freuen und der jungen Generation davon erzählen. ولتشجيع الناس على التذكر تمت المحافظة على أجزاء مثل ما هي من الجدار القديم بدون أي رسم أو تزيين له. وبتترافق هالأجزاء ببعض الأحيان مثل بالمعلم الرسمي لذكرى جدار برلين بنصوص وصور بتشرح شو صار، منهم معرض صور للأشخاص يلي ماتوا أكثرهم نتيجة القنص من حراس الحدود هن وعم بيحاولوا عبور هالجدار. وبالرغم من الأخطار الكبيرة يلي كانت موجودة بهيديك المرحلة، لكتير من المجموعات المعارضة وناشطين بمجال حقوق الإنسان بدأوا نضالهم بألمانيا الغربية حتى قبل سقوط الجدار. أحدهم رالف هيرش بيقول اليوم إنه ما توقع أبداً إنه جهودهم تودي لنتيجة هالقد كبيرة. Ich kann ja glücklich sein. Ich sag mal, ich bin noch nie davon ausgegangen, dass es eine Wiedervereinigung gibt. Ich bin nie davon ausgegangen, dass ich es erleben werde, dass die Mauer fällt. Dass wir in einer Demokratie leben. Ich habe doch mehr erreicht, als wir überhaupt erreichen konnten. Also das habe ich mir doch nie vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, die DDR wird sich verändern. Sie wird etwas demokratischer. Aber dass es dieses System, diese Diktatur nicht mehr gibt, diese Vorstellungskraft hatte ich nicht. Also kann ich nur sagen, ich bin ein Gewinner dieser friedlichen Revolution und habe in meinem Leben, glaube ich, das Schönste erlebt, was man leben kann. ولكن بالرغم من توحيد ألمانيا ب3 تشرين الأول 1990 الهوة الاقتصادية، البيئية والاجتماعية بقيت. وبقيت لسنين فكرة الجدار موجودة بأذهان الناس، حتى البعض بيعتبر إنه هالفكرة بعدها لليوم. بيعكس رودولف سيترز مسؤول طاقم المستشار الألماني هلمت كول يلي بيعتبر إنه مشروع توحيد ألمانيا كان ناجح. Ich denke, das ist eine Erfolgsgeschichte von historischem Ausmaß. Es gibt viele blühende Landschaften. Es gibt ein Zusammenwachsen der Bevölkerung, Zug von Ost nach West und West nach Ost. Junge Menschen fühlen sich als Deutsche. Natürlich gibt es auch Probleme, die wollen wir nicht verschweigen. Und daran wird ja auch gearbeitet. Aber insgesamt ein Riesenerfolg. وأحيت برلين ذكرى سقوط جدارها بسلسلة من النشاطات والاحتفالات خلال عطلة نهاية الأسبوع من 7 ل 9 تشرين الثاني. حلقتنا انتهت لليوم، لقاءنا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة التلفزيون. استقبلوا انطرونا. باي.